حتى نظرت ماء طويلا والنفس اشتعالا تتخرج ألقى الماء رفضا وتذكر قلبا لأخيه يتفطر يا نفس أتنسين حسينا يا نفس ستروين في المحشر أبديت وفاء وفداء موقفك الفاضل الأعظم والقربة ملأى وعزمت أن تنهض في درب المخيم بالحين بدا صوت خسيس إن أوصل ما أن سوف نهزم والقربة ملأى وعزمت من تنهض في درب المخيم والحين بدا صوت خسيس إن أوصل ما أن سوف نهزم طفوا بسهمها العين قطعوا لها الجنبين طفوا بسهمها العين قطعوا لها الجنبين داير داير أبو فاضل داير داير أبو فاضل سمعنا أخو حسين ترويها الملايين سمعنا أخو حسين ترويها يا هذا ومن أنت ستغسل هذا هو الله وعلي من يفهم من يدري ويعقل يا خوسا شربتم من زعيم نار الحرب والفتنة يشعل ليس المسلمون يستفيقوا من خوف وذعر وتقهقر يوما تحساهم مباوين سدوا الباب عن صوت مؤثر بل يأتون آلافا تدفع ينمون اقتناص الوعي والحر ما يأمرهم ذاك المصلى يعدون لتنفيذه ركع إن قال لهم كفوا إماما هو أمشى ماتوا لحسين كل ظل عن قتل حسين ليس يرجى آلاف مضلين للباطل أجيرين آلاف مضلين للباطل أجيرين لم يرضى بأمر طلبوه أمثل حسين يتوانى أم يقضعها من لمذلة لا والله ذو نفس أبية حتى وإن الأنصار خلة يا دنيا خذي ألف حسين يأتوك ضياء وأهل كل زمان سوف يظهر أبو الأحرار فينا
أن جديدة ذاك الدم يجري وسيجري والأيام بدر ستعيد ما بعد بالطيب يوما فهو الشمس والشمس بعيدة هذا علم تكوين واهل المتحيين هذا علم تكوين واهل المتحيين زائر زائر ابو فاضل زائر زائر ابو فاضل سمعة سمعة لاخو حسين تروي الملايين سمعة لاخو حسين تروي الملايين وحطم جيش الظلال قلب اختك يا مظلوم بالسعر وييتام قوم اهزم اهل قوم انها يا ظلغام من اروع وقولا والبابا غابها خذ من هالعقولات تشهد لبقوتا بالنصر والثورات وأضاعوا من الناس
أوجد آثار واختلاف قوم هل ترى الأبطال واختلاف قوم هل ترى الأبطال هكذا تسمو تعلو يا أبي أنثار هكذا تسمو الفداء بانتصارة الهدى.